السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف ازاي نغير الباسورد بتاع الواي فاي واليوزر نيم. خليكم معايا، الشرح ده على الراوتر بتاعتي اي داتا، او ممكن رواتر بالشبيهة في الوطن العربي. هندخل على محرك البحث، هندخل المعرف بتاع الراوتر 192.168.1.1، انتر او تنفيذ. ادخل على اعدادات الراوتر، اهو يوزر نيم ادمن، باسورد ادمن، دي إعدادات الراوتر. هندخل على نو قدامكم بالشرح، ندخل على نتورك، نتورك نغير منه اليوزر نيم، بعد كده SSID ده اليوزر نيم اهو، نكتب اللي احنا عايزينه بالانجليش، بعد كده نضغط على سبميت، بعد كده هتختفي عندنا الواي فاي او علامة الواي فاي. هنيجي نبحث عنها، هنلاقي اسمها اتغير. بعد كده هنروح ل الباسورد، هنغيره من الأيقونة دي، ندخل الباسورد بتاعنا، بعد كده سبميت نفس الطريقة اللي فاتت. هي سهلة مفيهاش أي صعوبة، بس في ناس أو في أحبابي طلبوها مني، ما أقدرش أصر منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو جديد وانتظرونا إن شاء الله.